أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثي في هذه الليلة عن المعالم والملامح التي أعتقدها في الإمامة من خلال ما طرحه القرآن الكريم، وأهمية بحث الإمامة في اعتقادي أنه ليس خافيا على أحد. يكفي أن نعلم أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في أول خطبة من نهج البلاغة قال: أول الدين معرفته، أي معرفة الله سبحانه وتعالى. فإذا ضممنا هذا المقطع من الحديث أو من كلام أمير المؤمنين إلى هذا الحديث الوارد في الأصول من الكافي الجزء الأول كتاب الحجة باب معرفة الإمام والرد إليه، الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده ضلالا. التفتوا جيدا، العبادة إنما تكون فرع المعرفة، وإلا إذا لم تكن معرفة فالعبادة لا تزيد صاحبها، لا تزيد صاحب العبادة سرعة المشي إلا بعدا، كما ورد عن الإمام الصادق: السائر على غير هدى لا يزيده سرعة المشي إلا بعدا. الإمام سلام الله عليه، الإمام الباقر، يقول: العبادة إنما توصل إلى القرب الإلهي بشرط المعرفة، فإذا لم تكن هناك معرفة فالعبادة توصل إلى الغاية أو لا توصل إلى الغاية. فلهذا عبر عنها: فإنما يعبده ضلالا، يعني يصل إلى الهدف أو لا يصل إلى الهدف؟ لا يصل، لأن الضلال في قبال الهداية، الهداية هي التي توصل الإنسان إلى الهدف، والضلال هي التي لا توصل الإنسان إلى الهدف. هسه هذا مقدمة الحديث، التفتوا إلى ذيل الحديث: قلت جعلت فداك، فما معرفة الله؟ أنت الذي تقول بأن عبادة الله فرع المعرفة، فما هي معرفة الله؟ التفتوا، وهذه مو رواية وروايتين وعشرة وعشرين، عشرات الروايات بهذا المضمون، أنا انتخبت رواية واحدة واضحة الدلالة. قلت: فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله وموالاة علي والأئمة من بعده. التفتوا إخواني، بحث المعرفة في اصطلاح أهل البيت ليس هو التوحيد، بحث معرفة الله في اصطلاح أهل البيت هي هذه الأصول الثلاثة: التوحيد، النبوة، الإمامة، هذه هي معرفة الله. هسه لماذا، ما هي فلسفة أنه يجعل معرفة الله متضمن لمعرفة الرسالة ومعرفة الإمامة؟ لعله إذا وفقت أشير إليه ولو إجمالا، ولكنه بحسب بيان أئمة أهل البيت أول الدين معرفته، يعني معرفة الله، معرفة الله. الإمام الباقر يبين هنا معرفة الله هي معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة علي والأئمة من بعده عليهم أفضل الصلاة والسلام. ثم قال:
من عبد الله هكذا فإنما ماذا؟ فإنما يعرف الله، وإلا من لم يعرف الله بهذا النحو فهل عبده أو لم يعبده؟ لم يعبده، وإنما عبد ضلالا. قال فإنما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالا. إذا لم تكن عنده هذه المعرفة فالعبادة عبادة توصل إلى الهدف أو لا توصل إلى الهدف؟ لا توصل إلى الهدف. هذه نقطة. إذن من هنا يتضح للإخوة بأهمية بحث الإمامة، لأنه بحث الإمامة يدخل في صلب ماذا؟ في صلب الهداية والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا بعد ذلك سيتضح شيئا فشيئا، الآن فقط هذه ديباجة البحث إن شاء الله تعالى حتى نستمر. هذه قضية. قضية ثانية أنا بودي أن أشير إليها أيضا ويقع فيها خلط كثير، وهي أنه لا بد أن نميز بين أمور ثلاثة وطوائف ثلاث وطبقات ثلاث. البعض يعتقد أنه بمجرد أنه لا يعرف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إذن من الناحية الكلامية أكبه الله على منخري في نار جهنم، وهذا الذي لعله يسمع هنا وهناك على المنابر على غير المنابر، ولكنه هذه القضية ليست تامة على هذا الإطلاق. ليس كل من لم يعرف أئمة أهل البيت أكبه الله على منخري في نار جهنم، لأن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا في روايات كثيرة ميزوا بين طبقات وطوائف ثلاث. التفتوا جيدا، واحدة من هذه الروايات القيمة في هذا المجال ما ورد أيضا في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 437، هناك تحت عنوان باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية. الرواية هذا مضمونها، التفتوا جيدا، الرواية عن الباقر عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر الباقر قال إن الله عز وجل نصب عليا علما بينه وبين خلقه. التفتوا جيدا إلى الطوائف. الطائفة الأولى، فمن عرفه كان مؤمنا. إخواني الأعزاء، اصطلاح الإيمان في الروايات غير الاصطلاح الإيمان في الآيات القرآنية. ليس معنى من لم يؤمن بإمامة أهل البيت ليس بمؤمن، لا لا، مؤمن، مؤمن بالله وبرسوله، ولكن بحسب الاصطلاح الروائي ليس بمؤمن. فالإيمان له اصطلاحان، إيمان بالمعنى الأعم وإيمان بالمعنى الأخص، فلذا يقع الخلط كثيرا بينهما. يتصور أنه من لم يوجد عنده الإيمان بالمعنى الأخص فليس ماذا؟ فليس بمؤمن. لا، ليس الأمر كذلك أبدا أبدا إخوان. ليس كل من لم يؤمن بالإيمان بالمعنى الأخص فليس ماذا؟ فليس بمؤمن. لا، مؤمن، ولكن مؤمن بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الأعم. هذا الذي يقول من عرفه كان مؤمنا، هذا الإيمان بالمعنى الأخص لا الإيمان بالمعنى الأعم. احفظوا هذه القاعدة، لأنه أنا أقول هذه القضايا لأنه اليقين إخواني الأعزاء متابعين كثير من الفضائيات يقول من عندما يأتون إلى غير المؤمنين بولاية أهمة أهل البيت يقول هؤلاء ليسوا بمؤمنين، هؤلاء مسلمين. لا 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 أبدا، هذا خلط بين ماذا؟ بين الاصطلاحين. الإيمان له معنى عام وله معنى ماذا؟ معنى خاص. وهذه الروايات التي عبرت ليس بمؤمن يعني ليس مؤمن بالمعنى الأخص، وهذا لا ينهي في نفي الأخص، لا يلزم منه ماذا؟ نفي الأعم. قال فمن عرفه كان مؤمنا، التفتوا جيدا، ومن أنكره كان كافرا. ولكنه التفتوا،
مو من خالفه، مو من لم يعرفه، من ماذا؟ أنكره. والإنكار فرع ماذا؟ فرع العلم، يعني علم بالشيء ثم ماذا؟ ثم أنكره. أما إذا لم يعرف الشيء يمكن أن ينكر أو لا يمكن أن ينكر؟ لا 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 يمكن أن ينكر. فلهذا الإنكار في الروايات يساوق العناد معاندا. هذه الطبقة الثانية، ومن جهله كان ضالا. إذن لابد أن نميز بين من لم يوالي أهل البيت ويؤمن بإمامة أئمة أهل البيت، لابد أن نميز بين المنكر الجاحد والمعاند وبين من؟ وبين الضال. وعموم المسلمين يقعون في طائفة وفي طبقة ماذا؟ الضالين، لا في طبقة المنكرين والجاحدين. وهذا أيضا خلط كثيرا ما يقع فيه المتكلم، خصوصا في الفضائيات في مثل هذه الأيام، أنهم يتصورون كل من لم يؤمن، لم يعرف، لم يسمع بإمامة أئمة أهل البيت، إذن يقع في خانة ماذا؟ وفي دائرة المنكرين والجاحدين. ولذا يقرؤون كلمات الشيخ المفيد والسيد المرتضى وأنه هؤلاء مخلدون في النار، ولا يميزون بين هذين. والأعلام السابقين ميزوا بين هذين جيدا، يعني الشيخ المفيد يميز، سيد المرتضى يميز، ولكن عندما تقرأ كلماتهم في الفضائيات لا يميزون. يقولون بأنه مدرسة أهل البيت، يقولون كل من لا يوالي أهل البيت فهو ماذا؟ فهو كافر. لا يا إخوان أبدا، مدرسة أهل البيت لا تقول لكل من لم يؤمن بإمامة أهل البيت هو ماذا؟ كافر. تقول كافر لمن؟ لمن ثبت له حقانية الإمامة وأنكر ماذا؟ بتعبير القرآن الكريم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذا كان جحود، إذا كان إنكار، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وأضله الله من بعد علم. إذا كان ضلاله بعد العلم هذا يدخل أين؟ أما إذا لم يكن كذلك، قال رواية ثانية، سمعت الباقر عليه السلام يقول إن عليا عليه السلام باب فتحه الله، التفتوا إلى النص، فمن دخله كان مؤمنا. هذا الإيمان بالمعنى الأخص، التفتوا جيدا. ومن خرج منه، الخروج متى يكون؟ بعد الدخول، يعني بعد أن اتضحت له حقانية إمامة علي. وهذا كثيرا ما يمكن ذكر مصادقه في الصدر الأول من الإسلام، في الصدر الأول من الإسلام كثير من الحقائق كانت واضحة. نعم، كلما ابتعدنا عن الصدر الأول وعن عن عن زمن حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، الحقائق بدأت ماذا؟ تختفي على المسلمين، فوقعوا في دائرة الضلالة بعد أن كان أكابرهم في دائرة ماذا؟ في دائرة المنكرين والجاحدين، لأن أولئك كانوا يرون أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كيف كان يتعامل مع علي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. التفت جيدا، قال فمن دخله كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا. بعد الطبقة الثالثة، ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه، هذا الذي لم يلتفت أساسا واقعا عندما أنت تتكلم عنه عن إمامة أئمة أهل البيت أساسا، وكأنه أول ما تأتذم، أول مرة يخطر على ذهنك هذا الكلام، لم يدخل ولم ماذا ولم يخرج، كان في الطبقة الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم لي فيهم المشية، هؤلاء المرجون لأمر الله. لذا قلت مطلقا ليس كل مخالف، كل من لم يؤمن بإمامة أئمة أهل البيت أكبه الله على منخريه ماذا؟ في نار جهنم. لا، هناك طبقة لا إشكال في أنه ماذا؟ وهم الذين جحدوا، الذين أنكروا، الذين عاندوا، وبتعبير القرآن الكريم من بعد ما تبين لهم الهدى، تبين لهم الحق، ولكنه جحدوا وأنكروا. وكم له من مصادق في الإسلام، التفتوا جيدا.
إذا إحنا الآن أنا ذكرت هاي النتيجة لأنه بعد ذلك عندما أريد أن أبين أن معرفة الله تتضمن معرفة النبي ومعرفة أهل البيت، ليتبادر بكرة لو أحد يجيني يقول لي سيدنا خب إذا لم يعرفوا أهل البيت إذا لم يعرفوا الله، إذا كل من لم يعرف أهل البيت فهم ماذا؟ فهم كفار وأكبهم الله على من خريم في نار ماذا جهنم. لا، ليس الأمر كذلك. هاي القاعدة كاستدراك أنا ذكرتها حتى ليس هذا الاشتباه. جيد، أرجع إلى بحثي. بحثي إخواني الأعزاء النظرية الكلامية في الإمامة والنظرية القرآنية. أرجو الله في هذه الليلة أن أوفق لا أقل إشارة إلى النظرية الكلامية. فيما يتعلق بالنظرية الكلامية إخواني الأعزاء، أحاول أن أجيب على سؤالين أو ثلاثة. السؤال الأول: ما هي مسؤوليات الإمام والإمامة عند علماء المسلمين؟ يعني عندما يأتي المسلمون ليعرفوا وظائف الإمام، الآن عندما نأتي إلى كتب الفقه نسأل ما هي وظائف القاضي، ما هي وظائف الحاكم، ما هي وظائف الولي، ما هي وظائف، وهكذا، ما هي وظائف الزوج، ما هي المسؤوليات التي ألقيت على عاتق الإمامة في النظرية الكلامية. وعندما أقول النظرية الكلامية أعم مما أن تكون عند مدرسة أهل البيت أو عند أتباع الخلفاء، لا أفرق، أنا أتكلم في النظرية الكلامية بشكل عام الآن. إخوان الأعزاء، عندما نأتي إلى هذه القضية بشكل واضح نجد بأنه هناك تعريف، هذا التعريف تقريبا اتفقت عليه كلمة علماء الكلام في هذا المجال. أقول علماء الكلام باعتبار أن العرفاء ليس هذا تعريفهم للإمامة، الفلاسفة ليس هذا تعريفهم للإمامة، هذا التعريف تعريف من؟ تعريف علماء الكلام للإمامة الذين كتبوا في علم الكلام، يعني واحدة من أبواب علم الكلام بحث ماذا؟ بحث الإمامة. وهذا لا يختص بكتب أتباع مدرسة أهل البيت، يوجد في كلا الفريقين هذا البحث. عندما نأتي إلى كلماتهم في هذا المجال إخواني الأعزاء هكذا عرفوها: في المواقف عرفت الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا. الإمامة خلافة الرسول في إقامة الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة. هذا ورد في دلائل الصدق عندما ينقل ابن روزبهان، النص موجود، الإخوة اللي يردون يراجعون، موجود في دلائل الصدق، هاي الطبعة اللي مؤسسة آل البيت، الجزء الرابع صفحة 208، هذه عبارته، قال: هي خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة. ومصادر متعددة يذكر لهذه القضية، مصادر متعددة من كتب الفريقين، هذا موجود في دلائل الصدق المجلد الرابع صفحة 208. تعريف آخر: الإمامة نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا، ابن خلدون يذكر في مقدمته. تعريف آخر: الإمامة خلافة عن الرسول في إقامة الدين وحفظ الملة كما ورد في دلائل الصدق. تعريف آخر اللي ذكره العلامة في مواضع متعددة، منها في الباب الحادي عشر، هناك في الباب الحادي عشر صفحة 39 من الباب الحادي عشر، هذه عبارته، وهي عبارة تقريبا تتكرر على ألسنة أعلام مدرسة أهل البيت أيضا، قال: الإمامة رياسة عامة في أمور الدنيا والدين لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي. بس هذا التعريف الذي هو من علماء مدرسة أهل البيت ومن أعلام مدرسة أهل البيت، تجد فرقا كبيرا بينه وبين التعريف الذي يذكره ابن خلدون لو يذكره صاحب المواقف، لا تجد فرقا كبيرا، فرق كبير لا تجد فيه. فلذا تجد أيضا شيخ السبحاني بعد ذلك يقول: والأولى أن تعرف الإمامة بأنها رئاسة عامة إلهية. هذا التعريف المتداول في كلمات من؟
في كلمات علماء المسلمين من كلا الفريقين. لذا على مستوى البحث الكلامي إخواني الأعزاء في تعريف الإمامة لا يوجد اختلاف كبير بين علماء المسلمين على مستوى ماذا؟ علم الكلام. أأكد هذه القضية، على مستوى علم الكلام لا يوجد فرق كبير في الوظائف الملقاة على عاتق ماذا؟ الإمامة، والمسؤوليات التي أنيطت بالإمام، وهي أنه رئاسة عامة لحفظ الدين، لحفظ الأمة، لحفظ كيان الأمة، سياسة الأمة، مصالح الأمة، وهكذا تعبيرات من هذا القبيل. هذا على مستوى هذه التعريفات. أما تعالوا معنا على مستوى الشرائط، التساؤل الثاني، ما هي شرائط الإمامة؟ إخواني الأعزاء، الفارق الأساس على مستوى علم الكلام، ده أتكلم في النظرية الكلامية، على مستوى علم الكلام هنا تتمايز أو تتميز مدرسة أهل البيت عن مدرسة أتباع الخلفاء، حيث أن أهل البيت ذكروا مجموعة من الشرائط للإمامة. يا إمامة، ها؟ الإمامة التي عرفوها في المقدمة، لم يأتي أحد من علماء الكلام في مدرسة أهل البيت وعرف لنا الإمامة تعريفا غير هذا التعريف الذي ذكر في كلمات علماء المسلمين من الفريقين. نفس هذه الإمامة، يعني أنه لم يقع خلاف تقريبا في هذا التعريف بينهم. ما هي شرائطها؟ نجد أن أتباع الخلفاء ذكروا لها مجموعة من الشرائط، وأتباع مدرسة أهل البيت ذكروا شرائط ماذا؟ شرائطها. أما على مستوى أتباع الخلفاء، كلماتهم كثيرة في هذا المجال، أنا أكتفي بالإشارة إلى بعض هذه الكلمات. في الواقع بأنه هذه الكلمات كثيرة جدا واقعا. في كلمات الأعلام، يعني في كلمات الباقلاني، في كلمات البغدادي، في كلمات الماوردي، في كلمات ابن حزم، اللي هؤلاء أعلام علماء ماذا؟ الكلام، من المدارس المختلفة، من أشاعرة، من ظاهرية، من إلى غير ذلك، تقريبا اتفقت كلمتهم على أنه لا يشترط في هذا الإمام إلا الشرائط التالية. أولا العدالة، عدالة على مستوى قاضي، عدالة على مستوى شاهد يريد أن يشهد، عدالة بحد المتوسط مالها، لأنه تعلمون أن العدالة أيضا ليست لها درجة واحدة، وإنما هي ملكة قابلة للاشتداد والتضعف، ولكنهم هم يعتبرون العدالة المتوسط. هذا أول. ثانيا على مستوى العمل، هذا على مستوى الملكات، على مستوى العلم أن يكون مجتهد، وأنتم تعلمون بأن الاجتهاد معناه أنه قد يصيب وقد ماذا؟ ها؟ وقد يخطأ، ليس معصوما، وإنما قد يصيب وقد ماذا؟ وقد يخطأ. هذا من الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون قرش، فلذا تجدون عبارته يقول الباقلاني في التمهيد: أن يكون قرشيا من صميم، أن يكون في العلم بمنزلة من يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين، وأن يكون ذا بصيرة بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسد الثغور وحماية البيضة وحفظ الأمة ونحو ذلك. عبد القاهر البغدادي أيضا في أصول الدين ماله يقول: العلم وأقل ما يكفيه أن يبلغ مبلغ المجتهدين في الحلال والحرام، العدالة والورع وأقل ما يجب له من هذه الخصلة أن يكون ممن يجوز قبول شهادته تحملا وأداء. على هذا المستوى عدالة، مو عدالا بالمرتبة العالية، هذا القدر من العدالة أيضا كاف. على الشرط الثالث الاهتداء إلى وجوه السياسة وحسن التدبير. الشرط الرابع أن يكون النسب من قريش، وهكذا الماوردي وغير إلى غير. طبعا فالتعليق بتعبيرنا حاشية، هؤلاء في كتبهم الكلامية ذكروا هذه الشرائط، ولكنه في مواضع أخرى لم يلتزموا حتى بهذه الشرائط.
بهذه الشرائط ما التزموا. عندنا شاهدين على هذا. الشاهد الأول الشاهد التاريخي، وهو أنهم يعدون كل حكام بني أمية وبني العباس يعتبرونهم ماذا؟ أئمة تجب طاعتهم، مع أنهم هم يصرحون في كتبهم تتوفر فيهم هذه الشرائط أو لا تتوفر. ها؟ لا تتوفر هذه الشرائط، لا العلم يتوفر بمعنى الاجتهاد ولا العدالة متوفرة، هم يصرحون بهذا المعنى. هذا على مستوى البحث التاريخي. على مستوى البحث في مكان آخر أيضا صرحوا بهذا. الباقلاني يقول لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال. إذا كانت العدالة شرط، كما تعلمون أن المشروط عدم عند عدم ماذا؟ عند عدم شرطه. خب إذا صار فاسقا فاجرا ظالما غاصبا تبقى إمامته أو يسقط عن الإمامة؟ يقولون لا، لا يسقط عن الإمامة، وهذا معناه أن الإمامة على نريد نصححهم بلغة علمية، نقول يقولون بشرط العدالة بشرط العدالة حدوثا لا بقاء، بعد ذلك حتى لو صار فاجرا فاسقا تسقط إمامته أو لا تسقط؟ لا تسقط. لذا عبارته يقول لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال وتناول النفوس المحرمة وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود، ولا يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله. شوية همات هذه الأمور اللي يدعو إليها مو كلها مخالفة، بعض ما يدعو إليه من معاصي الله مخالفة به. هذه نص عبارات مولانا في التمهيد. الطحاوي من نفس الكلام يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. التفتوا جيدا، شوفوا هذا المنطق، هذا الذي أهل البيت سلام الله عليهم. أنت الآن قد تجد اختلافات بين علماء مدرسة أهل البيت، ولكنه هل تجد رأيا من هذا القبيل؟ هذا الذي نقوله أن أهل البيت هم الذين يعصمون الأمة من الخطأ. مو مراد أنه يعني لا يوجد اختلاف بين الفقهاء أو بين المجتهدين أو بين المتكلمين، لا يوجد، ولكن هل تجد في أهل في علماء أهل البيت من يقول هذا الكلام، أن طاعة الخلفاء الجور والظلم والبغي والخروج على كل المحرمات طاعتهم من ماذا؟ من طاعة الله. أنا عند ذلك واقعا لا أفهم، إذن كيف نميز بين أئمة الهدى وأئمة ماذا؟ ها؟ ضلالة. لأنه في القرآن صريح أن القرآن يميز بين ماذا؟ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلناهم أئمة يهدون ماذا؟ إلى النار. وهذا كلا الأئمة موجودين. خب إذا هؤلاء يجب طاعتهم على حد طاعة ماذا؟ أئمة الحق. إذن ما الفرق بين أئمة الحق وأئمة الضلالة؟ بعد على هذا البيان على هذا المبنى يبقى فرق أو لا يبقى فرق؟ المهم يقول ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل، نعم، وندعو لهم بالصلاح والمعافى. نروح بالمساجد، هم يعصون الله، احنا نروح بالمساجد ندعو لهم ماذا؟ بالصلاح والمعافى. تفتزانيم أيضا نفس الكلام يقول ولا ينعزل الإمام بالفسق أو بالخروج عن طاعة الله والجور، لأنه قد ظهر. هسه أدلتهم، التفتوا جيد، أكو فت قاعدة، أنا واقعا الحديث دا يجرني إلى مكان آخر، وأنا مو حديثي هذا، ولكنه البحث دا يجر بعضه بعضا. أكو قاعدة عند علماء الكلام في أتباع الخلفاء أنه أهم أدلتهم على مثل هذه المباني، التفتوا جيدا، أهم أدلتهم على مثل هذه المباني أنهم ينظرون في سيرة السلف الصالح، هسه إما من الصحابة وإما ماذا؟ من التابعين وإما تابع التابعين، ويستمر مولانا فد 200 سنة 300 سنة. يقول لما الدليل؟ يقول الدليل أنه فلان خليفة فعل كذا وفلان صحابي سكت عليه، هذا دليله. يعني اعرف الحق تعرف أهله، لو اعرف هؤلاء تعرف الحق، ياهو من إيه؟ شوفوا هذا المنطق المعكوس الذي يوجد عند هؤلاء، أنه أولا يذهبون إلى سيرة هؤلاء
تعبير عند أحد الأعلام يقول هؤلاء ما قبلوا بعصمة 12 إمام من أئمة أهل البيت، فاضطروا أن يقولوا بعصمة كل أصحاب رسول الله وخلفاء بني أمية وبني العباس، لأنه ما يقومون بعمل صح لهم خطأ مولانا صح. التفت جيدا، ما الدليل على ذلك؟ يقول لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين والسلف كانوا ينقادون لهم، هذا خير دليل، ولو كان لا يجوز لاعترضوا عليهم، ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروج ماذا عليهم. لذا في أبحاث أخرى الآن بعيدة عن بحثنا، عندما يأتون إلى بحث أنه بما تنعقد الإمامة، شلون تنعقد الإمام؟ يقولون تنعقد بواحد، يعني لو واحد من الناس صافح شخص آخر قال له أنت إمام المسلمين انعقدت إمامته، ماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ يقول باعتبار أن الأول انعقدت خلافته بالثاني. هذه نصوص، ها وقتي لا يسع أنه أدخل فيها. تقول بعضهم قال لا تنعقدوا بخمسة، قال بأي دليل تنعقد بخمسة؟ قال باعتبار أنه الستة الذين نصبهم الثاني، عرفت خمسة منهم أو ثلاثة منهم أيدوا فلان واثنين منهم خالفوا، إذن تنعقدوا بثلاثة، إذن الثالث انعقدت خلافته ماذا؟ بثلاثة أشخاص، وهذه كافية. بأي دليل؟ بدليل أنه انعقدت لفلان. هؤلاء عكسوا هاي القاعدة التي ذكرها أمير المؤمنين، اعرف الحق تعرفوا أهله. لا، هؤلاء يعرفون الحق ماذا؟ من الرجال، مو يعرفون الرجال بالحق على أي الأحوال. هذه هاي شرائطهم وبما تنعقدوا. أنا دا أريد أبين لك عندما عنونت بحثي النظرية الكلامية، واقعا ما كان مقصودي فقط النظرية الكلامية عند أتباعي مدرسة البيت، لا لا، الإمامة طبعا أبحاث عجيبة غريبة، كن على ثقة. لعله لو كان أريد أن أتكلم في النظرية الكلامية في الإمامة ماذا يقولون هؤلاء في الإمامة، واقعا لعله نحتاج إلى 20 محاضرة، أنه هؤلاء ماذا تكلموا في الإمامة وكل أدلتهم منصبة على هذه القضية، أن السلف الصالح، أن الصحابة، أن الأتباع، أن هؤلاء دليلهم كذا. جيد، خلونا على هذا. تعالوا مولانا إلى شرائط من؟ شرائط أتباع مدرسة أهل البيت للإمامة. يا إمامة، ها يا إمامة، هاي الإمامة التي هي رياسة عامة إلهية، هؤلاء ماذا قالوا؟ هؤلاء يعني أتباع مدرسة البيت من علماء الكلام، من غير أن يأتوا ويقولوا أيها الناس أيها العالم أن الإمامة عندنا لها معنى أوسع وأعمق بكثير من أنها رياسة عامة في الدين والدنيا، يعني من غير أن يحرروا محل النزاع، من غير أن يقولوا أن الإمامة عندنا غير هذا الذي تنقلونها من أنها تتلخص في إمامة سياسية لقيادة المسلمين، لأن هذه التعاريف اللي ذكرناها واقعا إذا نريد نتكلم عنها بأسلوب حديث وبعبارات حديثة، يعني القيادة ماذا؟ القيادة السياسية، لأنه حفظ الأمة، حفظ مصالح الأمة، حفظ الدين، هذه كلها من يقوم بها؟ إمام المسلمين، وهي الإمامة السياسية. بدل ما يرجع علماءنا المتكلمين ويحرروا محل النزاع، لا، تركوا هذه القضية وناقشوا الشرائط. فماذا قالوا؟ قالوا أنتم تقولون أن الإمامة تكفي فيه العدالة، نقول لا يتكفي العدالة، لابد ماذا؟ من العصمة. أنتم تقولون أن الإمامة تكفي فيها العلم الذي يصيب ويخطئ، الجواب ماذا؟ لا، علم لا يخطئ وهو العلم الخاص. بعد، أنتم تقولون أن الإمامة تنعقد بأهل الحل والعقد، هسه واحد أو مئة، نحن نقول تنعقد أو لا تنعقد بالشورى وحل أهل الحل والعقد، لا، وإنما تحتاج إلى ماذا؟ إلى نص. من هنا تجدون
أن هؤلاء علماء الكلام عندنا دخلوا أين؟ دخلوا في إثبات العصمة، في إثبات النص، وعموما اشتغلوا على مسألة ماذا؟ مسألة النص. فلذا أنت تجد الآن كتبنا الكلامية لألف عام 80% منها منصبة على ماذا؟ على مسألة النص، وإلا ما تلقى ما تجد أبحاث أساسية في علم الإمام. أنت ارجع إلى كتب علم الكلام عندنا المتعارفة الكلاسيكية، تجد بأنه لا يوجد أبحاث أساسية مرتبطة بعلم الإمام، أبحاث أساسية مرتبطة بالعصمة، حقيقة العصمة، مراتب العصمة، من أين تبدأ أين تنتهي، هذه أبحاث تفصيلية لا توجد فيها. نعم في مسألة النص ماذا؟ ها؟ توجد أبحاث تفصيلية جدا جدا. هذا الذي أنا قلته في كتاب بحث حول الإمامة، قلت أن مدرسة الخلفاء استطاعوا أن يجرونا إلى الساحة التي هم يريدون، بدل ما نحن نبين ما هي الإمامة التي نعتقدها، لم نبين الإمامة التي نعتقدها. هم طرحوا قالوا شورى، احنا قلنا ماذا؟ نص. هم قالوا عدالة، نحن قلنا ماذا؟ إذن انت ماذا تفهم كباحث، كمحقق، كمتدبر في كلماتهم؟ تجد عندما يوجد اختلاف في الشرائط، إذن يوجد اختلاف في أصل الإمامة أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد، لأنه الاختلاف فقط في الشرائط، وإلا الإمامة كلاهما عرفها ماذا؟ رياسة عامة في الدين والدين. لم يعرفها بها أبدا، كلاهما عرفها. نعم الاختلاف أين؟ ها؟ في الشرائط. هسه الآن أنا ما أريد أعرج على مسألة العصمة وحقيقة العصمة وما هي مرادهم من العصمة. المهم هذا المقدار الذي تعرفون، وهو أنه نحن نعتقد لا أقل لأئمتنا نعتقد بالعصمة المطلقة، وإلا العصمة النسبية إخواني الأعزاء موجودة عند كل أحد، ها يكون في علمكم، عند كل واحد من عندنا أكو عصمة نسبية التي ندعيها لأئمة أهل البيت وللأنبياء. هي العصمة ماذا؟ هي العصمة المطلقة. وإلا أنا وأنت أيضا مولانا، هل فكرت يوما أن تخرج عاريا إلى الشارع؟ ها؟ فكرت؟ مو تفعل، فكرت؟ هل فكرت يوما أن تقتل والديك مثلا؟ أصلا فكرت؟ أعلى درجات العصمة هذه من المحرمات. أصلا فكرت بها أن تقتل أولادك مثلا؟ أنا الآن أعدد لك عشرات. نعم عندنا معاصٍ أخرى، عندنا غيبة، عندنا كذب، عندنا تهمة، عندنا نميمة، عندنا النظر المحرم. فلذا أكو في درجة عصمة. هل فكرت يوما مثلا أن تنتحر مثلا؟ أبدا. فدرجة العصمة موجودة، هذه العصمة المتعارفة هم الكلامية إخوان الأعزاء، هل أقيد كلام، هي العصمة الكلامية، هو إلا العصمة التي يقول بها القرآن الكريم فوق هذا بمراتب بمراتب، العصمة التي يقولها أهل البيت ونعتقدها للأنبياء ونعتقدها لأهل البيت. أصلا لا يمكن أن تقاس بهذه العصمة. أنا دا أتكلم هذه العصمة على مستوى علم الكلام، يعني مخالفة وارتكاب لذنب من الذنوب الذي يلزم منه حرمة شرعية. هذا المعنى، هذا أن يترك واجبا من الواجبات. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فوق هذا بمراتب، فوق هذا بمراتب. هذا الذي يعرف عنه أنه حسنات الأبرار سيئات المقربين، أساسا هم في عالم غير هذا العالم. هذا الحد الأدنى، أنصح التعبير الذي أتكلم، هذا الحد الأدنى من العصمة، الحد الأدنى من العصمة. على أي الأحوال هذه الشروط الثلاثة. السؤال المطروح هنا هذا، خلوا ذهنكم يمي رجاء وإن كان وقت دينتي يعني. السؤال المطروح هنا، نحن ذكرنا تعريفا للإمامة، ما هي؟ رياسة عامة إلهية أو رياسة عامة في الدين والدنيا إلى آخره، مو شكل؟ هل أن هذا المقام يستلزم هذه الشرائط أو لا يستلزم؟ يعني لمن يريد أن يتبوأ هذا المقام وهذه المسؤولية، هل تشترط فيه هذه الشرائط أو لا تشترط؟
ماذا تقول؟ هنا إخواني الأعزاء رجائي أن تلتفتوا جيدا، الآن أكون مجموعة ما عبر عنها إشكالات وشبهات، عبر عنها استفهامات، مجموعة من الاستفهامات الكبيرة بدأت تطرح في العشر سنوات الأخيرة ومن داخل أتباع مدرسة أهل البيت. لا يتبادر ذهنك أنه هذه تأجينا من الخارج، لا، وما أريد أجيب الأسماء لأنه أخشى أن أكون سبب لأنه تروحون إلى ذيك الكتب. بدأت تطرح كتب ودراسات عميقة، واقعا عميقة بحسب الظاهر، لمناقشة هذه الشرائط. كيف؟ ماذا يقولون؟ التفتوا لي جيدا، خلي أبدأ من الآخر إن صح التعبير. ما هي الإمامة؟ ها؟ رياسة عامة في الدنيا والدنيا، لحفظ الدين، لحفظ الأمة، لحفظ مصالح الأمة. سؤال أساسي، نقطة أول السطر بتعبيرهم، الإمام الحجة ده يقوم بهذا الدور لو ما يقوم؟ أكو واحد يقدر يقول بأن الإمام الحجة الآن هو أدى رئاسة عامة في الدين والدنيا؟ إذن هذا الدور الآن معطل لو غير معطل؟ معطل. إذن ما هي فائدة وجوده؟ لا تقول لي لولاه لساخت الأرض، هذه ما يطلع من التعريف رياسة عامة. لا، أنت إذا تدخل فيها لولاه لساخت الأرض بأهلها، بعد هذا التعريف صحيح للإمامة لو مو صحيح؟ هذا التعريف خطأ، ناقص هذا التعريف. فلهذا الآن إشكالية موجودة أن وجود الإمام يكون لغوا في هذه الألف سنة، لأن أنتم تريدون إماما يكون رئيسا عاما للدين والدنيا ويحفظ مصالح الأمة ويرعى الأمة ويقيم الدين ويقيم الحق، والآن الإمام متوفرة له الشرائط أو غير متوفرة، إذن وجوده لغو يصير. وهذه الآن أكو دراسات متعددة بهذا الاتجاه. لتصورون الشبهات فقط أنه ولد أو لم يولد، لا 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 أبدا، هذه الشبهات كانت موجودة والآن لم تكرر، ولكن لا، أكو الآن شبهات علمية بدأت تطرح أن وجود مثل هذا الإمام ضمن هاي الوظائف التي أنتم عرفتموها أين؟ ها؟ في علم الكلام عندكم، وجوده له نفع أو لا نفع فيه؟ ولذا الله سبحانه وتعالى يريد أن يقيم العدل في آخر الزمان، في آخر الزمان سوف يأتي ماذا؟ بإمام مولانا يقيم العدل. فما هي الضرورة والإصرار على وجود إمام ماذا؟ حي غائب. هذه شنو الضرورة؟ هذا فد استفهام كبير جدا، ويكون في علمكم طبعا. هذه الاستفهامات الآن دا تطرح في إيران من قبل مفكرين كبارهم، يكون في علمها، والآن دا تعقد ندوات في قم وفي طهران من قبل علماء متصدين للإجابة على هذه الإشكاليات داخل الجمهورية الإسلامية، لأن هؤلاء يطرحون هذه الإشكالات في الجامعات وغير الجامعات بشكل رسمي. لا تطرح هذه الإشكالات، لا تصورون هذه الإشكالات بالضرورة جاية من الخارج، أبدا، من الداخل. هذه نقطة. نقطة ثانية، إمامة المسلمين يشترط فيها العصمة أو لا يشترط؟ شو تقول؟ فإن قلت تشترط في إمامة المسلمين العصمة، فما بالكم في زمن الغيبة؟ الآن عندكم إمامة شرعية وليست معصومة. الآن في جمهورية الإسلامية أكو إمامة أو ماكو إمامة؟ شرعية أو غير شرعية؟ ها؟ معصومة أو غير معصومة؟ ليش تنازلتوا عن شرط لأنه أنتوا عرفتوا الإمامة ماذا عندكم؟ أرجع، ما هي الإمامة عندكم؟ رئاسة عامة، وولي أمر المسلمين عند رئاسة عامة لو ما عند رئاسة عامة؟ عند رئاسة عامة. يشترط فيه العصمة ولا يشترط؟ فإن قلتم يشترط في إمامة المسلمين ورئاسة المسلمين العصمة، فلماذا ترفعون اليد إذن في زمن الغيبة عن هذا الشرط؟ وإن قلتم لا يشترط في إمامة المسلمين العصمة، إذن لماذا تشكلون على خلافة الأول والثاني والثالث؟ هذا
هذا القدر. هسه إذا عندكم إشكال في خلفاء بني أمية بني عباس، أما الأول والثاني والثالث هذا ظاهر الإسلام محفوظ كان عنده. وهشكل النص، هل يشترط في إمامة المسلمين النص أو لا يشترط؟ ماذا تقول؟ يشترط؟ لعد ليش رفعتم اليد الآن؟ إمام المسلمين الآن في الجمهورية الإسلامية منصوص من قبل الله أو مو منصوص؟ مو منصوص. إذن رفعتم اليد عن هذا الشرط أين؟ في إمامة المسلم. إلا أن تقولوا هاي الإمامة مو شرعية، تلتزمون بهذا؟ لا يلتزم أحد بأن إمامة المسلمين في زمن الغيبة شرعية أو غير شرعية. شرعية. وإن قلتم أنها ليست شرطا في إمامة المسلمين ورئاسة المسلمين، فما هو إشكالكم إذن على الأول والثاني والثالث؟ تعالوا إلى العلم، هل يشترط في إمامة المسلمين العلم الخاص الذي لا يخطئ أو لا يشترط؟ ها؟ فإن قلتم لا يشترط، إذن لماذا تشكلون على خلافة فلان وفلان؟ وإن قلتم يشترط، إذن كيف تصححون شرعية الخلافة والإمامة عندكم مع أنها العلم فيها علم عام اجتهاد يصيب ويخطئ، لو علم خاص لا يخطئ؟ هذه إشكاليات أساسية إخواني الأعزاء الآن تطرح في مسألة الإمامة. ومن هنا ذهب الآن جملة من المفكرين، يكون في علمكم جملة من المفكرين، ما أريد أجيب الأسماء، إلى أنه أساسا واقعا لم يثبت أن الأئمة كانوا معصومين، كانوا منصوصين، كانوا أبدا، كانوا علماء أطهار أبرار، بل هذا كله نقبله. هذه أجت من الغلاة بعد ذلك، مسألة العصمة وكذا، هذه جابونا إياها علماء الكلام، وإلا هي ما موجودة في الأندلس البيت. والذي يزيد في الطين بلة، خلوا ذهنكم إخواني، رئاسة الدنيا رئاسة عامة إلهية مرتبطة بأمور الأمة لو ما مرتبطة بأمور الأمة؟ هاي الرئاسة رئاسة الدين والدنيا مرتبطة بشؤون الأمة لو ما مرتبطة بشؤون الأمة؟ ياهو منهم. ها؟ لا إشكال ولا شبهة، أنتم عندما عرفتموها ربطتوها بمن؟ بينكم وبين الله. أي إمامة وأي نظرية أكثر قربا إلى الفطرة الإنسانية؟ أن يكون للأمة دور في انتخاب إمامها ورئيسها أو يكون منصوبا عليها، أيهما أقرب؟ ها؟ الآن البشرية بحسب فطرتها تتوجه إلى نظرية النص لو إلى نظرية الشورى ودخالة الأمة، ياهو منه. ها؟ لا شورى الناس، الانتخابات وديمقراطية وإلى غيره. من هنا أنتم تجدون أن نظرية الشورى أخذت بين المسلمين موقعا للقبول أوسع بكثير من نظرية النص. لماذا؟ لأنه أقرب إلى الذوق العرفي، لأنه يقول هذا يريد يرأسني ويريد يقودني، إذن لابد أن يكون لي دور أو لا يكون لي دور، لابد يكون لي دور. ولذا أنتم تجدون أن نظرية النص الآن عندما تطرح يستغربها الكثير، أما عندما تطرح نظرية الشورى تتقبل، يتقبلها الكثير. هذه إشكاليات إخواني الآن، هذه إشكاليات حديثة، هذه ما مربوطة بعلم الكلام القديم. علم الكلام القديم كان عنده إشكالياته، والآن هذا العلم الكلام الحديث ده يطرح ماذا إخواني الأعزاء؟ إشكاليات جديدة، وإحنا بعدنا في حوزاتنا العلمية، بعدنا إلى الآن نرى أن علم الكلام القديم من الثانويات فضلا عن علم الكلام الجديد. يعني إلى الآن ما عندنا دروس أساسية في داخل الحوزات العلمية لنعرف الشبهات الحديثة شنو هي فضلا عن الشبهات القديمة. واقعا تحتاج حبة، هذه حبة تحتاج. ولتصورون أن القضية كما أنه أنتم تجدون في الحوزات العلمية مئات الآلاف من الطلبة يخرجون إلى الحوزات، يدخلون إلى الحوزات العلمية، بعد 50 سنة إحنا كم مرجع عندنا؟ 5 10 7 أكثر من هذا؟ تصورون بأنه علم الكلام هاليوم ندخل 5 طلبة يدرسون علم الكلام بكرة يصيرون 5 محققين في علم الكلام؟ لا،
كذلك نحتاج 5000 طلبة يدرسون علم الكلام حتى بعد 50 سنة احنا عندنا ماذا؟ ها؟ 15 من المحققين من المجتهدين في علم الكلام، وهذا مما يؤسف له، لا في التفسير لا في الكلام لا 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 إلى غير ذلك، هذا بحث آخر. من هنا إخواني الأعزاء، هذه النظرية، نظرية علم الكلام في تعريف الإمامة، تواجهها. بس أنا أذكر لك بعض الإشكالات الأخرى، أوضح تصير القضية، حتى تصير واضحة القضية. الوقت ما ننتهى 50 دقيقة صح. الإمام يحتاج العصمة، من يصير إمام لو من بطن أمه يحتاج العصمة؟ هو إحنا نحتاج إلى عصمة الإمام حتى لا يخطأ في إدارة ماذا؟ في إدارة الأمة، صحيح أو مو صحيح؟ قل لماذا أنت تعطي العصمة وهو يخرج من بطن أمه تقول مذ يولد إلى أن يموت؟ أو شو سوي في عصمة؟ شنو الضرورة إلها أصلا؟ أكو ضرورة؟ أنت متى تحتاج إلى أن الشخص لا يخطأ؟ عندما يكون إماما للمسلمين. إذا قبل الإمامة تحتاج أنت إلى عصمته أو لا تحتاج؟ وأي علماء الكلام الشيعة سلمنا معكم أن الإمامة تحتاج إلى ماذا؟ إلى العصمة. التزموا بالعصمة مذ ماذا؟ مذ يتصدى للإمامة، مو قبل ذلك. ولكن أنتم في كتبكم الكلامية ماذا تقولون؟ العصمة منين تبدي؟ منين؟ من الولادة. بل أكثر من ذلك، تروح حتى إلى بطن أمه تقول يتكلم ماذا؟ يتكلم مع والدته، يتكلم مع أبوي، وتعطي له الكرامات والمعاجز منين؟ وهو في بطن أمه. إحنا نحتاج لهذه لو ما نحتاجه؟ ما نحتاجه. سؤال آخر، نحن نعتقد أن الإمام يعلم خبر السماء والأرض، يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. بينكم وبين الله رئاسة الدين والدنيا تحتاج هذا العلم لو ما تحتاج هذا العلم؟ ها؟ شنو ضرورة هذا العلم؟ هو يريد يدير الأمة، ولابد عنده همات علم بمقدار ماذا؟ لأنه أنت من الساعة الأولى عرفت للإمامة بأي حد؟ بهذا الحد. إذن لابد أن تلتزم بشرائط تنسجم مع ماذا؟ مع المسؤوليات والأدوار التي أنيطت به، لا أوسع من ذلك. إذن توجد هناك فجوة، توجد هناك ثغرة بين أدوار الإمامة وبين ماذا؟ ها؟ وبين الشرائط التي يقولها أتباع مدرسة أهل البيت ماذا؟ للإمام. ولكن هذه الفجوة غير موجودة في مدرسة أتباع الخلفاء، لأنهم يقولون علم عادي، عدالة متعارفة، بمقدار ماذا؟ بمقدار ما يدير الأمة. هذه هي النظرية الكلامية إخوان الأعزاء، والاستفهامات التي ترد عليها. هسه إن شاء الله تعالى إذا وفقنا في الليلة القادمة أحاول أيضا ألخص بشكل إجمالي ملامح النظرية القرآنية في الإمامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.